الحقيقة برضو في إطار هذا الـ النجاح الأهلاوي المتعدد، قناة الأهلي بفضل ثقة حضراتكم ومتابعة حضراتكم وشعبية الأهلي وجماهيريته الكبيرة، ألف مبروك للزميلة نهاوند سري في جائزة وشوشة، فازت بأفضل مقدمة لبرنامج صباحي، وطبعا قناة الأهلي فازت بجائزة أفضل قناة رياضية، وده بيأكد يا جماعة الأداء الرصين والأداء المسؤول والأداء المهني والأداء المنضبط والأداء المرتكز على ثوابت مهنية لا تتغير بيلاقي هذا التقدير. ألف مبروك لنهواندو، ألف مبروك لأسرة القناة، الزميل العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب قبل ما طبعا تحدث وفاة والده النهاردة كان قد حضر لاستلام هذه الجائزة. نشوف هذا التقرير. أجواء حلوة، أنا دايما بحب استفتاء وشوشة لأنه دايما الأفضل يبقى الأفضل عربيا، كمان في تصويت جمهور، وإحنا طالما حاجة فيها جمهور بالرغم على جمهور النادي الأهلي دايما بيحطنا في المقام رقم واحد، لكن إحنا نتمنى إننا كقناة نبقى رقم واحد عند جمهور النادي الأهلي فعلا، جمهور النادي الأهلي قلبا وقالبا في ظهر قناته. طبعا اكيد بستغل يعني النجاح النهارده وان احنا افضل قناه رياضيه، واشكر الجهاز واشكر مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل بدايه من الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره، اتمنى الشفاء العاجل لسياده الوزير عمرو فاروق ان شاء الله بنتمنى له يعني الشفاء العاجل. كمان عايز اشكر الشركه الكبيره شركتنا الشركه الوطنيه شركه السادات المهندس سيف الوزيري ونائب رئيس مجلس اداره في برزنتيشن لايف الاستاذ سراج السيسي، وبشكر كل القناه، بشكرك انت طبعا يا روزان، وبشكر كل العاملين في قناه النادي الاهلي اللي هم موصلين لنا ان احنا واقفين هنا وبنتوج، ولسه بنوعد جمهور النادي الاهلي ان الفتره الجايه في برامج جديده وفي شغل جديد. مكسب نهاوند مكسب القناه هو مكسب لنا كلنا، وكل سنه في جوائز اكتر، وان شاء الله السنه الجايه في جوائز اكتر. برحب بيكم طبعا قناه النادي الاهلي الاول بيتنا، وسعيده جدا ان ده التكريم الثاني ليا مش الاول الحمد لله، على مدار يعني 3 سنين دلوقتي بتكرم مرتين، ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. مجال الرياضه زي ما كنت بقول مجال جديد، بس قصه ان انا الحمد لله ادخل مجال جديد وانجح فيه مع قناه الاهلي كمان، اعتقد ده شيء كبير جدا. وعايز اشكر جماهير النادي الاهلي لان هم اللي ليهم دور كبير جدا في فوزي للمره الثانيه لأفضل مذيعة رياضة، طبعا نشكرهم جدا، ودايما بالتوفيق لينا جميعا وللنادي الأهلي يا رب. أهلا بيكي وأهلا بكل مسؤولي ومشاهدي قناة الأهلي، القناة أنا دايما بعتبرها يعني بيتي وبيت الأهلاوية كلهم. الله يبارك فيكي، والحمد لله التكريم ده بيبقى نوع من أنواع التقدير اللي الواحد بينتظره علشان الإحساس بس إنه في حد مقدر الجهد اللي أنت بتبذليه، أو في حد شايف التعب اللي أنت بتتعبيه، أو المجهود اللي بيطلع من أجل الناس. فالتكريم ده أنا ما بشوفوش فرحة بقدر ما هو حد شايف اللي أنت بتعمليه، وإن جهدنا ما بيروحش هدر، وإن في حد بيشاور لك وبيقول لك إحنا متابعينك وبنأيدك وكمل في المشوار ده. فأنا بعتبره تكريم من أجل التقدير ومن أجل كمان رسالة لاستكمال المشوار يعني. ألف ألف مبروك لإدارة القناة، وألف مبروك للزميلة نهاوند سري.